اليوم رح نتعرف على موضوع كتير مهم ليا وبهم كل الناس اللي عم يتابعونا، خصوصا اللي عندهم شغل يوم. كتير منا دائما بيطمح لتطوير مهاراته، خصوصا مهارات الناعمة المعينة اللي بتساعد لتطوير شغله بشكل يومي. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا ميرنا رمضان، أخصائية في التنمية البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير ميرنا. صباح. يعني بالبداية خلينا نتعرف شو هو مفهوم المهارات الناعمة، شو يعني؟ هيك اللي بيسمع انه معقوله يعني هو ناعمة للبنات بيكون مثلا، او شو هو غريب فكره مهارات وناعمة. هلا خليني اقول لك انه هذا المصطلح بالفعل هو جديد عالميا، وبالنسبه للوطن العربي خاصه كمان مفهوم جديد. هلا فكره انه مفهوم المهارات الناعمة معناتها في عندنا شيء اسمه مهارات صلبه. هن نوعين من المهارات، مهارات ناعمة ومهارات صلبة. شو هي المهارات الصلبة لحتى نوصل للمهارات الناعمة؟ أولا المهارات الصلبة هي الدراسة اللي نحن تأهلنا من خلالها بالجامعات، هي الحقائق والمعلومات اللي اكتسبناها، هي الاختصاصات اللي نحن دخلنا فيها وتخرجنا وهي قابلة للقياس وفي نتائج وامتحانات فيها. بينما المهارات الناعمة هون حنوصل لتعريفها، انه هي المهارات اللي بتعزز شخصيتنا عن الاخرين، هي مهارات شخصيه يكتسبها الانسان من خلال حياته الاجتماعيه، من خلال الشيء اللي عم يتعلمه هو من غير جامعات، من غير انه يكون عم يدرسها بجامعات وامتحان. هي المهارات مكتسبه نحن من خلال علاقاتنا، من خلال تطوير ذاتنا لحتى نقدر نكون مميزين عن غيرنا من الاشخاص. ويمكن كثير من الناس عم تتابعنا هلا وعم تقول يمكن احيانا بيدخل الروتين لشغلنا بشكل يومي، فتطوير المهارات هيدا شيء كثير مهم لتطوير فينا نقول الذات وتحفيز الذات للعمل. خلينا نعدد هي المهارات، لما نقول مهارات ناعمه كيف فينا نطورها، كيف فينا نشتغل عليها. مثل ما قلت يمكن هيدا مش مطروق سابقا وعم نسمعه بشكل بالاونه الاخيره بشكل كثير كبير. هلا عم نسمع بالاونه الاخيره، وكمان بدي احكي بنقطه كثير مهمه، هو انه هلا نحن مثلا وصلنا ب 2022 ولسه في اشخاص عم يسخفوا من هالموضوع، فكره انه شو مهارات ناعمه، يعني بيستغربوا بيسخفوا. هلا هي النسبه موجوده بشكل عام، انه شو تنميه بشريه، شو تطوير الذات، لهلا بتلاقيهم عند الرفض لهالفكره هي. وانما هن كيف فيهم يغيروا رايهم لما يشوفوا اشخاص بالفعل يشوفوا موديل او نموذج ناجح بحياته، يدرسوه هو كشخصيه، هل الشخصيه الناجحه هي شو اللي خلاها تنجح، شو اللي بيميزها. هلا صبايا مثلا قدمنا على سي في، قدمنا على انترفيو عمل، شخصين عندهم نفس المؤهلات، نفس الكليه، نفس الدراسه، ولكن اختاروا شخص ورفضوا الاخر. فالشخص بيسال انا ليش ما اخذوني، ليش اخذوه وليش اختاروه؟ اكيد في شيء عم يميزه. هاي المهارات الناعمه هي اللي ميزته، خصوصي نحن بنعرف انه بسوق العمل هلا كثير صار في اهتمام كثير كبير بالسوفت سكيلز. هي سوفت سكيلز بالانجلش ترجمة المهارات الناعمه او اللينه او المهارات الشخصيه، كلياتها بتصف بمحور السوفت سكيلز. كبرى الشركات العالميه هلا عم تسعى انه تامن موظفين عندهم هالمهارات الناعمه. ليه اختاروا هالموظفين هدول؟ لانه هن بيساعدوا انه يكون عندهم انتاجيه افضل بالعمل، بيساعدوا انه يخلقوا بيئه افضل للعمل. عم تساليني شو هي المهارات، اعدد لك اياها. هالمهارات يعني انا عم بقول فيها ايجابيه، معناتها هو بالمطلق شخصيه ايجابيه، هو بيتعامل بايجابيه مع اصدقائه بالعمل، هالشيء بيخلق بيئه مريحه في العمل. العمل ضمن فريق هي من ضمن المهارات اللينه اللي عم نحكي عنها، اضافه للالقاء، القياده، فن التفاوض، العمل تحت الضغط والتوتر، مثل ما حضراتكم هلا قاعدين بهالبرد وعم تضبطوا اعصابكم وعم تقدموا مهامكم. في كثير مهارات، في عندنا الاتصال، الحوار، النقاش، كلها من المهارات الحياتيه اللي لازم نكتسبها. حتى الثقه بالنفس واداره الازمات تصنف من ضمن المهارات الناعمه عند الاشخاص. نعم ميرنا، حكينا عن المهارات الناعمه شو هي يمكن ابرز مميزاتها، ولكن مو كل شخص قادر انه هو يكون يكتسب هي المهارات او يكون لين
لحتى يتفاعل مع المهارات، وخاصة خلينا فينا نصنفها انه هي يعني بتحاكي كبير صغير، بتحاكي كل الناس، يعني هي بتكون اقرب الى الناس. هون الشخص اذا بده يدرب حاله، الشخص الصعب المهارات خلينا نقول، كيف فيه يدرب حاله ليصير اكثر ليونه ويتقبل انه يكون عنده مهارات ناعمه؟ هلا يعني بدنا نحكي كيف فينا نكتسب هاي المهارات. تمام. هلا بالعموم كلياتنا كاشخاص عندنا اياها هاي المهارات، كلياتنا بنعرف نحكي، كلياتنا بنعرف نتواصل، كلياتنا عندنا علاقات اجتماعيه، وانما فكره اني انا ادرب على هاي المهارات واكتسبها بشكل افضل هي تحسن من جوده الحياه، تحسن من نوع العلاقات، تحسن من مستوى الحوار، هي بتحسن من الشخصيه بشكل عام. كيف انا بدي اكتسب هاي المهارات؟ بدي ابدا اول شيء من النقطه الاولى اللي هي اول شيء لازم اعرف انا شو بينقصني. لازم انا اقعد مع حالي اعرف شو اللي بينقصني. يعني مثال فيك تعدي تقولي لي والله انا بعرف حاور وبعرف اتواصل مع الاخرين، هي المهاره ما بتلزمني، شو فيني اتعلم شيء ثاني؟ تمام، هلا انا عرفت انه عندي مهاره التواصل، شو الشيء اللي بيلزمني الشيء الثاني لحتى اتعلمه؟ هون ببلش انا من هي النقطه اني اكتسب. هلا حسب علماء النفس وحسب علماء علم الانسان، في عندنا العالم ديل كارنيجي بيحكي انه المهارات اللينه هي مثل دائره، مثل حلقة، كل مهارة بنكتسبها تفتح على مهارة ثانية تلقائية. يعني مثلا إذا بدي أحكي مهارة التواصل والاتصال، أنا بس أتمرس يكون عندي كلماتي، يكون عندي طريقة حواري، عندي أدواتي، ساعتها أنا حيكون عندي تفتح لي المهارة الثانية اللي هي التواصل مع الآخرين، أو اللي هي العلاقات مع الآخرين. بس يكون في عندي علاقات مع الآخرين جيدة رح تفتح لي المهارة اللي بعدها اللي هي مهارة التخلص من التوتر أو العمل دون توتر، إني أنا أكون ببيئة مرتاحة، كونه أنا الجميع كأصدقاء لي أو زملاء في العمل مرتاحة معهم، عم بقدر أتواصل معهم بشكل إيجابي، معناتها أنا صار عندي التخلص من التوتر. تخلص من التوتر بنتقل لمهارة تانية اللي هي التفاوض. مثلا مهارة التفاوض لازمة كمان نوع من المرونة اللي هي كمان تصنف من المهارات الناعمة. المرونة كتير مهمة كمهارة أن نكتسبها. ليش؟ لأنه نحن لما نكون بأي موقع بأي عمل نحن عم نمارسه، سواء بشركة مؤسسة أو حتى عملنا الخاص، نحن معرضين دائما أن يكون في عنا حدث طارئ، خطأ ما، أي مخطط نكون عم نشتغل عليه أنه يكون في شيء عم يغيرنا من خططنا. لما يكون الشخص بيتمتع بالمرونة بيقدر أنه هو ببساطة يعني يلاقي دغري خطة بي أو بلان بي لحتى يشتغل فيها. المرونة بتساعدنا أنه نكون ديناميكيين لحتى نلاقي حلول أخرى لحتى يكون شغلنا أفضل. طيب خلينا نحكي، يمكن بظل الانفتاح فينا نقول العالمي على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي اللي هي أساساً عم تخفف من التواصل فينا نقول والعلاقات بين الأشخاص بالعمل، شو هي أكثر فينا نقول الأعمال اللي بتحتاج هي المهارات الناعمة؟ يعني ذكرتي يمكن نقاط كثير هي مهمة، العلاقات، التواصل اللي هو شيء أساسي، التفاوض والمرونة، يعني هي أربع أسس يمكن بأي عمل نحن بنحتاجها، بس شو الأعمال اللي هي فعلا بتحتاج لتطوير المهارات الناعمة والتركيز عليها اليوم؟ بحب أقول لك إنه كل الأعمال هي تحتاج إلى مهارات ناعمة. يعني أنا بس ما بدي أحكي بس بسوق العمل، خلينا كونه نحن برنامج صباحي ولا أغلب الستات قاعدين عم يحضروا، نحكي كمان من جهة الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية. المهارات الناعمة بتحسن من جودة الحياة بكل محاور الحياة، سواء إذا بدي أحكي بإطار العمل، بمحيط الأسرة، بالمحيط الاجتماعي، كل هدول بيحتاجوا للمهارات الناعمة. بمجال العمل فيني أعطي حضرتكم كمثال، يعني حضرتك هلأ مثلا مذيعة لازم يكون عندك أكيد مهارة الإلقاء، مهارة العمل ضمن فريق لحتى تقدروا تطلعوا برنامج ناجح، مهارة الحوار والتواصل. هاي ثلاث مهارات هي نحن قاعدين يعني شايفة قد ايه مهمة، يعني بسوق العمل كل أي مجال وظيفي هي المهارات مهمة. خليني أحكي مدير بنك، أكيد هو بحاجة لمهارة الالتزام، تحمل المسؤولية، العمل تحت الضغط، التفاوض، المرونة، صح؟ يعني هدول، يعني أنا ما في وظيفة ما بتحتاج
إلى مهارات إلى عدد ما من مهارات. خلينا نحكي بنقطة يمكن ذكرتيها وهي العمل الجماعي. اليوم المرونة بالمهارات إن كانت ناعمة إن كانت صلبة إن كانت يمكن مهارات نحن أوريدي مكتسبينها من بيتنا، قد ايه مهم اليوم انه نحن نكرس هاي المهارات ضمن عمل جماعي؟ يوم العمل الجماعي قديش هو ناجح ويعني عالميا اثبت انه العمل الجماعي اللي فيه تبادل مهارات وفليكسبل بالتعامل بين بعض قديش هو بيعطي نجاح بيعطي هدف للعمل؟ تماما، خصوصي بوقتنا هذا اذا بدنا نحكي بوقتنا هذا قديش مهم العمل الجماعي عندنا بالبلد. العمل الجماعي بالعموم كل عمل له إيجابياته وسلبياته. العمل الجماعي يختلف عن العمل ضمن فريق. صحيح. العمل الجماعي هي بتكون مجموعة من الأشخاص قرروا يقوموا بعمل ما وبيساهموا كلياتهم بأداء هذا العمل. بينما أنا ما بدي أحكي العمل ضمن فريق وهي إحدى المهارات، هو لما نكون عم نعمل ضمن فريق بيتم اختيار مجموعة من الأشخاص، هدول الأشخاص بيتم اختيار رئيس للفريق أو المدير الفريق. هذا مدير الفريق هو لازم يكون عنده مهارات الالتزام، المسؤولية، الرؤية الواضحة، تحديد الأهداف، توزيع المهام على أفراد الفريق لحتى يقوموا بهي المهمة. شو الإيجابيات العمل ضمن فريق؟ في عنا إيجابيات هو اللي العمل بجهد أقل، الوقت أسرع، بيصير عنا نوع من العصف الذهني كونه في عندي أنا كذا شخصية كذا رؤية كذا فكرة، هدول الأشخاص كلهم حيساهموا بوضع رؤية للعمل اللي الفريق مجتمع من شانه، على عكس العمل الفردي اللي هو بيكون أنا بدي وقت أطول بدي جهد أكثر رؤية واحدة. هدول كلياتهم بيأثروا على العمل الجماعي. يمكن لنقدر نشتغل بالعمل الفريق لازم يكون عندنا هي المهارات الناعمة ونشتغل عليها. يمكن من الإيجابيات مثل ما قلتي نجاح العمل الفريق، لكن لازم يكون عندنا هي المهارات تطويرها لتقدري أنت تتواصلي مع الفريق تتفاوضي معه. لغة التواصل اليوم لأنه الناس بتلاقيها حتى ضمن الفريق وضمن الشغل الواحد بتقلك في عنا ضغوطات نفسية اجتماعية اقتصادية، يعني عندها هي المهارات بس بتلاقيها أحيانا ما بتقدر تعمل كنترول أو فيها تضبط نفسها بشكل عام. إضافة لأنه كتير مهم التعاون والتشارك بالعمل ضمن الفريق، يعني لما يكون الشخص ضمن فريق هو لازم يحط أهداف الفريق وأهمية العمل اللي عم يقوم الفريق على حساب هو حسابه الشخصي، يعني ما الشخص الأمور ويشتغل دائما لمصلحة الفريق إنه يكون هو اللي عم يحقق أهدافه. نعم، لكن يعني دائما كلنا بنصب يعني الحكي الصحيح وضمن التجارب إنه لازم الواحد يكتسب، ولكن خلينا نرجع مهارات، ولكن خلينا نرجع إلى كسب المهارات من وقت ما بيكون بيبي صغير بالبيت. اليوم كأمهات نحن هلأ قاعدين بالبيت وعم يتابعونا معطلين مدارس، ضمن العطلة ضمن تأسيس الشخصية كيف الأم بتعطي أولادها مهارات جديدة؟ كيف بتخليهم يكونوا أكثر اندماجا بالمجتمع لحتى يمكن هدول المهارات هنن يكونوا أوريدي فيهم وبس يكبروا بيتنموا أكثر وبيكون عندهم خبرة فيهم؟ يعني هلأ في نقطة كتير مهمة حابة أحكي عنها اللي هي مثلاً تطوير الذات. هلأ العلماء مثل ما قلت بيحكوا أنه تطوير الذات يصب بمحور مهارات، يصب بمحور تطوير المهارات الحياتية اللي بنمتلكها. أي أم عندها طفل لازم تتعامل معه بكونه هو شخصية بحد ذاته. أنا ما بفرض عليه شيء، أنا دائماً لما بكون بدي حاول أني أقنع ابني بفكرة أنا ما بقول له أنت بتعمل هيك وبس، أنا لازم خيره، أعطيه دائماً خيارات، ما نحاول نفرض عليهم شيء. لازم نستوعب إنه هدول كمان كيان، هن شخصية بحد ذاتهم، كيان عم يكبر، لازم نساعدهم إنه ينمو هذا الكيان. آخذ رأيهم بأي شيء، احتمال بلون المقلمة أو لون الشنتاية، أي شيء، آخذ رأيهم لحتى هن يقدروا يكونوا يصير عنده الرأي فيما بعد ما يكونوا تابعين. لأنه كتير مهم نعرف إنه المهارات الناعمة بس تجتمع كلها سوا تتحول لشخصية قيادية. الشخصية القيادية هي تؤهل أنك تستلم مهام قيادية ومناصب عليا. فكتير حلو أنه نشتغل على طفلنا. إضافة بدي أحكي لنقطة ثانية كتير مهمة نحن
قطعنا عنها اللي كنت عم بحكي بمحيط الأسرة. هلأ معظم حالات الطلاق اللي بتصير، يعني شوفي قديه مهمة هي المهارات الناعمة، بتكون بسبب عدم التفاهم بين الشريكين. صحيح. شو السبب عدم التفاهم؟ هو السبب عدم التفاهم هو ضعف المهارات الناعمة عند أحد الطرفين. يعني بكل بساطة احتمال زوجة تقول أنا ما عم بقدر أتحمل عصبيته، ما عم نقدر نوصل لنقطة بيناتنا، نقطة واحدة بيناتنا مشتركة. شو السبب؟ هو بيكون ضعف بالتواصل، ضعف بالحوار، ضعف بضبط الأعصاب. صحيح. صح؟ فمشان هيك نحن بنحكي عنها كثير مهمة، حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية نحن دائما كأشخاص بنحب نجتمع بالأشخاص الإيجابيين ونبتعد عن الأشخاص السلبيين أو اللي بيزرعوا النكد حواليهم أو اللي بيعيطوا، اللي طريقة حوارهم مزعجة احتمال، اللي عندهم نقد جارح. هي كلياتها كمان تدفع للمهارات اللينة، إنه يكون عندي أنا النقد البناء، إنه عندي أسلوب حوار، عندي إيجابية بشخصيتي. من هون بتجي أهمية المهارات اللينة، يعني شفتي قديه بتتوسع بتتشعب بحياتنا اليومية حتى. ورفيقة الدربة يمكن بتكون خلال مسيرة حياتنا. تماما. ونحن يعني لحتى هلأ كيف بدي اكتسبها؟ أنا مثلا عرفت إنه هالمهارة ناقصتني. في كتير هلأ عنا بسوق العمل عم نشوف إنه كتير صار عنا مراكز تدريب، مراكز تطوير، عنا مدربين كتار، هاي فرصتهم هلأ لحتى هن يثبتوا نفسهم ويعلموا غيرهم العلم اللي هن تعلموه. هالشي بيزيد من تطوير شخصيتي. إضافة إنه في عنا عن طريق الأونلاين، عنا كتب، عنا مقالات، كتير في شغلات لحتى نطور نحن من شخصيتنا. وحتى بيقولوا لك إنه لحتى تتعلمي فن ما علمي بصير أسهل إنك تتعلمي وتتمرسي أكثر. ذكرتي يمكن نقطة كتير مهمة من خلال حديثك، الشخصية القيادية ما فينا نحصل عليها إلا إذا فعليا اشتغلنا على المهارات الناعمة مثل ما قلنا، العلاقات والتواصل والمرونة والتفاوض. الشخصية القيادية يمكن بنلاقيها هي الأنجح اليوم بشغلة. كيف فينا فعليا نقول أهم النقاط اللي نركز عليها نكون قياديين بحياتنا؟ ودائما الظروف اللي بتحكم، يعني ذكرتي مثلا أغلب حالات الطلاق لأنه أساسا ما في تواصل مباشر، بتلاقي ما في علاقات صحيحة. فأنا لأحصل على شخصية قيادية وأعلم حتى أولادي يكونوا قياديين بالحياة، لازم يكون عندي هي المهارات الناعمة وأشتغل عليها بشكل مستمر. هلا الشخصية القيادية يعني الرقم الأول بكل المجالات، الشخصية القيادية هي الكاريزما، إنه يكون الشخص عنده حضوره، عنده طريقة حواره، يعني عنده كاريزما، عنده حضور قوي، يقدر إنه هو يجذب الناس لإله ويقدر إنه يخليهم يسمعوا كلامه، يعني يقدر إنه يوجههم نحو الهدف اللي هو شايفه الأنسب. إضافة لأنه بيكون عنده الالتزام، هو مو متخاذل، مو مستعد إنه ينسحب، هو عم يقود مجموعة ما نحو هدف ما. إضافة عنده تحمل المسؤولية، هو مستعد إنه يتحمل أي خطأ بيصير ضمن المجموعة. هي صفات القائد. هلأ حسب جامعة هارفرد، شوفي كل هدول عديناهم ما حكينا شيء عن المهارات الصلبة. يعني حسب جامعة هارفرد خليني أقول لك إن الدراسة اللي عملوها إنه 85% من نجاح الأشخاص في عملهم وفي حياتهم يعتمد على المهارات اللينة أو المهارات الناعمة، بينما 15% بس يعتمد على المهارات الصلبة اللي كانت الكلية أو المعلومات أو الجامعة اللي تخرجنا منها. فأشوفي قديش يعني نسبة كبيرة بتخلي عن جد الواحد يلفت نظره يمكن لهالقصة هاي ويحاول إنه يتدرب ويتعلم شيء جديد يطور من شخصيته. أكيد ليا لهون أكيد نتشكرك ست ميرنا. ويمكن قواعد أساسية عم نركز عليها اليوم ومهارات ناعمة بتهمنا بشغلنا بشكل يومي لنقدر نكسر الروتين ونقدر نحقق إنجازات على الصعيد العملي. شكرا كثير لك. شكرا لكم ويسعد صباحكم. يسعد صباحك ونهارك حلو يا رب.